بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا يا رب. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن خلصنا موضوع الفورسز، وقلنا ان ازاي بعبر عن الفورس از ا فيكتور وبجيب الكومبوننتس بتاعتها بدلالة الاكس والواي، او بدلالة يونت فيكتور في اتجاه الاكس اي ويونت فيكتور في اتجاه الزي او الاتجاه الاكس الواي سوري ب اسمه جي. وبعد كده اتكلمنا عن المومنت، وقلنا ان المومنت هو when a force can rotate a body about an axis، لما يكون عندك force بتسبب دوران للبادي بتاعك. وفي الحالة دي احنا بنشترط حاجتين، يبقى عندي force، الفرصة دي على مسافة معينة من ال point of rotation او الاكسيز اللي انت بتلف حواليه. وقيمة الماجنتيود of this moment عبارة عن قيمة الفورس في المسافة العمودية بينها وبين ال point اللي احنا بنتكلم عنها. This as a magnitude، تمام؟ يبقى عندي f of d، كلما زادت المسافة يبقى كلما زاد المومنت، كلما زادت الفورس طبعا هيزيد المومنت. واتكلمنا عن بعض الابليكيشنز لهذه فكرة العزوم او فكرة المومنت في الحياة اليومية، يمكن بنشوفها في بعض الاكتيفيتيز اللي بنمر عليها اثناء اليوم. طيب بالنسبه للفيكتور، طيب انا دلوقتي اتكلمت عن الفورس از ماجنتيود واتكلمت عن الديستنس، بس ما اتكلمناش كاز فيكتور. از فيكتور بنعمل حاجه بنسميها الكروس برودكت، يبقى العلامه اللي هي الكروس دي بقت ليها معنى، مش الملتبلاي العادي اللي احنا كنا بنتكلم بنعمله في الماثيماتكس قبل كده، لا ده انا عندي موضوع مختلف دلوقتي. انا عندي في حاجه اسمها كروس برودكت، ده بيستعمل when you multiply two vectors مع بعض، لما تعمل two vectors مع بعض. يبقى الكروس برودكت هو وسيله بستعملها علشان اوجد المومنت، تمام، as a vector. يبقى النتيجه بتاعه الكروس برودكت ده هو فيكتور، يبقى m as a vector equal position vector اللي سميناه r multiply او cross product ال f as a vector. يبقى انت بتضرب two vectors مع بعض والنتيجة او الناتج من هذا المultiplication هو برضو vector. طيب الماجنتيود هو هيبقى ال f of d، يبقى الماجنتيود of this vector اللي هو ال m عبارة عن ال force في ال d. وفرقنا المرة اللي فاتت ما بين ال d وما بين ال r، قلنا دي هي المسافة العمودية، لازم تكون perpendicular distance between the point of rotation والline of action of force. بينما ال R، لا ال R مش مرتبط بال perpendicular ولا غير ال perpendicular، أنا مرتبط ما بين vector بيمر أو ما بين نقطة الدوران اللي هي point A في الحالة دي، وأي نقطة موجودة على اللاين اوف اكشن بتاعت الفورس. يمكن اختار النقطة دي او دي او دي او دي، اي خط بيوصل ما بين نقطة A واي نقطة موجودة على اللاين اوف اكشن بتاع الفورس يديني الار البوزيشن فيكتور اللي احنا بنستعمله في حساب المومنت. طيب وما دام انا بتعامل مع فيكتور فانا بيهمني الدايركشن، فبالتالي عملية الكروس برودكت ليست عملية عكسية، يعني ال R multiply أو R cross product F مش بتساوي F cross product R. اللي هيحصل لما أعكس الاتجاه أعكس الترتيب، يعني كده هعكس ال direction بتاع ال إيه؟ ال vector الناتج اللي هو بتاع المومنت. يبقى ال M equal R cross product F، ولكن لو قلت F cross product R يديني minus M، يبقى يديني مومنت ماشي في عكس الاتجاه. طيب فراجنن ثيوري دي من الثيوريز مهمه جدا. هنا بيقول لي the moment of a force about any point is equal to the sum of the moments of the components of the force about the same point. يعني لو انت عندك two forces كده q و b، تمام، وانت بتحسب المومنت بتاعهم حوالين نقطة O،
يبقى O دي هي الـ point of rotation أو النقطة الثابتة اللي أنت بتحسب حواليها الـ moment. طيب الـ moment نتيجة الـ force Q عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ position vector اللي هو R، R في Q، والـ moment نتيجة الـ B هو الـ R برضو. يعني النقطة دي بقت نقطة مشتركة، يعني أنا يمكن أستعمل الـ position vector R ده وانا بحسب المومنت بتاع الكيو وانا بحسب المومنت بتاع البي الاثنين، علشان النقطه دي موجوده على اللاين اوف اكشن بتاعه الفورسز التو فورسز دول. فانا عندي الار في الكيو يبقى المومنت نتيجه الايه الفورس اللي اسمها كيو، والار في البي هو نتيجه الايه المومنت نتيجه الفورس اللي اسمها بي. طيب مجموع التو مومنتس دول، المومنت نتيجة البي ونتيجة والمومنت نتيجة الكيو، هو نفس المومنت، هو الناتج عن البوزيشن فيكتور اللي هو مجموع سوري الريزلتنت فيكتور اللي هو مجموع البي والكيو، مجموع البي والكيو مع بعض يديني ار، ده الريزلتنت مجموع الاثنين دول. يبقى الار مضروبه في البوزيشن فيكتور ار عشان هو بيمر في نفس البوينت، يبقى حاصل المومنت نتيجة الريزلتنت هو نفس المومنت نتيجة الكومبوننتس، مجموع الكومبوننت المومنت نتيجة الكومبوننتس المختلفة. يبقى بالبلدي كده لأن أنا عندي عدد قوى معينة F1 و F2 و F3 و F4 تمام، وعايز أحسب المومنت بتاعهم. يبقى المومنت نتيجة F1 بلس المومنت نتيجة F2 بلس المومنت نتيجة F3 بلس المومنت نتيجة F4 يساوي المومنت الناتج عن، لو انا شلت الاف من 1 لأربعة دول شلتهم وجبت المحصلة بتاعتهم اللي هو R، يبقى المومنت نتيجة R دي هيساوي نفس المومنت اللي انا حسبته نتيجة الفورسز دي كلها. تمام، يبقى المومنت الناتج عن الريزلتنت يساوي المومنت الناتج عن مجموع المومنتس هي من الكومبوننتس او الفورسز المختلفة. الكلام ده بالنسبه كفيكتورز وكمان كماجنيتيود، كفيكتور وكمان كماجنيتيود. يعني لما اقول المومنت از ماجنيتيود ايكوال ار في دي اللي هو الريزلتنت فورس في المسافه هنا من الدي، دي هنا المسافه العموديه بينها وبين اللاين اوف اكشن اوف ار، بتساوي المسافة العمودية بتاعت كل فورس الكيو، الكيو في المسافة بتاعتها فين؟ ادي النقطة اهي وادي اللاين بتاعها اهو، يبقى ادي المسافة العمودية بتاعتها، عشان كده سميتها كيو، كيو سمول، يبقى ده الدي بتاعتها او المسافة العمودية في قيمة الفورس اللي هي الكيو. طب والبي، البي هنا ادي المسافة برضو العمودية بينها بين نقطة او واللاين اوف اكشن اللي عندي. طب انا حطيت هنا اشارة نيجاتيف ليه؟ عشان انا هنا عندي اتجاه دوران، عندي اتجاه دوران، يعني ايه؟ انا واقف عند النقطة دي اهي، النقطة البي لو عايز اتلف انا ماشي كده اهي، يبقى انا عايز بلف هذا الاتجاه، نقطة البي او الفورس بي بتلف في هذا الاتجاه اللي هو كاونتر كلوكوايز عكس عقارب الساعة، بينما الكيو اللي هي ماشيه هنا كده اهي بتلف ازاي بالنسبه للنقطه دي؟ بتلف في هذا الاتجاه، ماشيه مع عقارب الساعه كلوك وايز. يبقى انت لو حددت اتجاه، اعتبرت ان الاتجاه ده هو الاتجاه البوزيتيف اللي هو الكيو، هو ده اعتبرته هو ده البوزيتيف، يبقى بالتالي اي حاجه او اي فورس بتلف في الاتجاه الثاني يبقى لازم تاخد اشاره نيجاتيف، ودي نقطه مهمه جدا، احترام الإشارات أهم شيء في التعامل مع الفورس، احترام الإشارات أهم شيء في التعامل مع الفورس، بحيث أن أنت إشارة واحدة يمكن تبوظ لك المسألة كلها وتبوظ الدنيا كلها. طيب يبقى عشان كده الكروس برودكت بنسميه فيكتور برودكت، يبقى الكروس برودكت مرتبط بإيه؟ بالفيكتورز، مرتبط بالفيكتورز، يبقى فيكتور كروس برودكت فيكتور، والريزلت بتاع البرودكشن ده بيطلع لي برضه فيكتور، نتيجه فيكتور.
يبقى انا لو كان عندي مثلا فيكتور بكبه بدلاله الاي والجي، هقول مثلا 5 اي بلس 6 جي ملتبلاي 3 اي بلس مثلا 7 جي، يبقى ده فيكتور بضربه كروس برودكت مع فيكتور تاني، والناتج هنعرف الكلام ده هنعمله ازاي بعد شويه، والناتج هيطلع لي برضو ايه؟ فيكتور. الناتج هيطلع لي فيكتور. طيب يبقى the cross product P cross product Q of the two vectors P and Q is defined as a vector with a magnitude، يبقى النتيجة بتاعت الاثنين دول هيطلع لي فيكتور برضو، والماجنيتيود بتاع الفيكتور ده عبارة عن ال P في ال Q في sin الثيتا. ال P في ال Q يعني الماجنيتيود بتاع كل فورس في ساين الزاوية اللي ما بينه، في ساين الزاوية اللي ما بينه. And the direction of specified by the right hand rule as shown، يعني بقى أقول أنا هبتدي بمين؟ هبتدي بالبي، وأروح لمين؟ لمروح للكيو. يبقى أخلي صوابع إيدي اليمنى right hand ماشية في هذا الاتجاه، بتمشي من البي للكيو، وأشوف يبقى صباع الإبهام بتاعي رايح لفين. لو طالع up يبقى هو ده اتجاه المومنت نتيجة البي ملتبلاي كيو. لو قلت كيو كروس برودكت بي يبقى انا هلف من البي من الكيو للبي، هلف من الكيو للبي، بهلاقي نفسي هضطر ان انا لو عايز صوابع تلف من الكيو للبي يبقى لازم الاقي الابهام نازل لتحت. يبقى معنى كده يبقى الدايركشن اوف البرودكت للمومنت بتاعي تمام، او اللي حاصل ضرب التو فيكتورز دول الدايركشن بتاعه نازل لتحت تمام. طيب فبالتالي معنى كده ان انا لو عكست الترتيب يبقى هيعكس لي الاتجاه. طيب ديستريبيوتيف لو دي برضو من خصائص الكروس برودكت، ان انا اقدر لو عندي بي از ا فيكتور كروس برودكت سميشن اوف تو فيكتورز كيو بلس ار، اقدر اوزع الملتيبليكيشن ده او الكروس البرودكشن ده ان انا اقول الكيو كروس الكروس برودكت البي، البي كروس برودكت الكيو بلس البي كروس برودكت الار، يبقى حاضر اوزع عمليه البرودكشن على الفيكتورز المختلفه تمام. ودي بنفس الفكره ان احنا كنا بنتكلم فيها، لو انا بتكلم عن الريزلتنت ما هي الكيو والار دول اقدر اشيلهم واجيب المحصله بتاعتهم ويديني البي، هي دي يبقى قيمه الايه المومنت، يبقى المومنت الناتج عن الريزلتنت يساوي قيمه المومنت الناتج عن مجموع المومنتس اوف كومبوننتس المختلفه. طيب عايزين بقى نتعلم ازاي نعمل موضوع الكروس برودكت ده. انا عندي فيكتور مكتوب بدلاله الاي والجي، ولو بتكلم في 3 دي زي ما نعرف في الشابتر اللي جاي يبقى عندي اي وجي وكي، وهيتضرب هعمل له ملتيبليكيشن او اعمل له برودكشن في فيكتور تاني بدلاله الاي والجي والكي. اهم حاجه عشان ما تتلخبطش ترسم سكتش زي اللي انا رسمه هنا ده I J K، ترسمها بالترتيب ده كده بالظبط I J K، وترسم السهم بتاعي دون، وترسم السهم بتاعي دون ماشي في الاتجاه اللي هو من الاي للجي للكي، يبقى ده اتجاه البوزيتيف تمام. يبقى اي مساله فيها كروس برودكشن لازم كده على جنب تروح راسم الرسمه دي صغيره كده عشان ما تتلخبطش، عشان لو هتقعد تحفظ العلاقات دي يبقى اكيد هتنسى وهتتلخبط. فهي مش حفظ، هي عايزه بس ان انت ايه تروح راسم السكتش الصغير ده ونبدا نشوف. لو انا بضرب اي اليونت فيكتور اسمه اي بعمل كروس برودكت جي يبقى الناتج بتاعهم الكي، دايما حاصل ضرب الكروس برودكت بيديني فيكتور عمودي على البلان اللي انا فيه، يعني الاي جي ده وان ده بلان اللي هو الافقي، مين العمود عليهم؟ هو الكي. جي في كي يديني اي،
كيف اي يديني جي. طول ما انا ماشي في هذا الاتجاه يبقى انا بقى الناتج بتاعي هو الاتجاه الثالث وبالاشاره بوزيتيف. طيب وانس ان انا عكست الاتجاه يعني قلت جي في اي يبقى انا بقيت عكس السهم اهو، جي في اي هيديني ماينس كي، كي في جي يديني ماينس اي، اي في كي يديني ماينس جي، وهكذا. سهلة، موضوع بسيط جدا. يبقى وانا بعمل برودكشن تمام، كل اللي هعمله هكني بضرب تو اليمنتس مع بعض اضربهم، بس اراعي الايه الاشارات بالطريقة البسيطة دي. يبقى مثلا يبقى لو هاجي اقول طيب خد بالك بقى كمان من ايه، ان الاي اي فيكتور بيتضرب في نفسه ايكوال زيرو، يبقى اي كروس برودكت اي جي في جي كي في كي ايكوال زيرو. تمام. طيب يبقى انا عندي لو عندي كروس برودكت اي جي كي بي اكس بي واي لي 3 برودكت لي 3 كومبوننتس اي وجي وكي مضروب بالكروس برودكت اكس كيو اكس كيو واي كيو جي في كيو زد في اتجاه الاي والجي والكي. طيب هعمل ايه لو مشينا كده مانوال خالص؟ هاجي اقول اول حاجه ادي البي اكس، هاخد الاليمنت الاولاني ده اضربه في الثلاثه دول، زائد الاليمنت الثاني ده هضربه في الثلاثه دول، زائد الاليمنت الثالث واضربه في الثلاثه دول. معايا؟ طيب بي اكس هضربه في كيو اكس، والاي هضربه في الاي، ولكن اي في اي بيديني كام؟ زيرو. يبقى اول ترم ده راح، يبقى اي في اي مش موجود. طيب بعد كده بي اكس مضروبه في كيو واي، بي اكس في كيو واي، واي في جي يديني مين؟ اي في جي يديني مين؟ كي بوزيتيف، فعشان كده عندي بي اكس في كيو واي وكي بوزيتيف. تالت ترم الاي في الكي، الاي في الكي، يبقى معنى كده ان انا بقيت ايه ماشي هيديني الجي، ولكن انا ماشي عكس اتجاه السهم، فعشان كده هيطلع لي ماينس جي. يبقى البي اكس في الكيو زد، بي اكس في الكيو زد جايه باشاره ماينس مع الايه مع الجي. ونفس الكلام بالنسبه للبي واي، هاجي اقول البي واي في الكيو اكس، جي في اي، جي في اي برضو ماشي بالعكس اهو هيديني ماينس كي، يبقى الاقي عندي بي واي في كيو اكس واخده ماينس كي. وبعد كده البي واي مضروبه في الكيو واي، الجي في الجي يبقى ايكوال زيرو، يبقى الترم ده مش موجود. والبي واي مضروبه في الكيو زد، جي في كي، جي في كي يديني ماينس اي، يبقى عندي هنا ادي ماينس بي زد في فين بي واي جي اف كي، جي اف كي اديني اي ده بوزيتيف، جي اف كي اديني جي اف كي اديني اي بوزيتيف، يبقى بي واي في كيو زد بوزيتيف في اتجاه الاي. يبقى انا لو رحت عامل كل ترم كده وجمعتهم هيطلع لي هذه النتيجه. تمام. الموضوع مش حفظ، مش مطلوب منك انك تحفظ الترتيبات ولا تحفظ، كل اللي عايزه منك ان انت بس تبقى عارف احترام الاشارات هنا يمشي ازاي، وبعد كده بتعمل مالتيبليكيشن عادي خالص، كل ترم بيضربه في الترم الثاني او في الترم الموجوده او كومبوننتس الثانيه. لو انت شاطر في الماتريكس شويه تمام، نفس النتيجه دي هتطلع لك لو انت بتجيب المحددة بتاعت ماتريكس معينة، تكتبها بالمنظر ده، تكتب اي جي كي ده اول رو عندي، وبعد كده الكومبوننتس بتاعت بي اكس وبي واي وبي زد، والكومبوننتس بي اكس وبي واي وبي زد، يبقى حسب الترتيب. لو عندي هنا بي الاول يبقى احط الصف بتاع البي، والكيو احط الكيو، وافك المحددة دي تمام، هيطلع لي بالظبط بالظبط نفس الايه القيمه اللي هنا. يبقى احط اول حاجه اقول ادي الاي واشيل
الصفين دول يبقى BY في QZ minus QY في BZ. BY في QZ minus BZ في QY في الI. صح؟ الJ يبقى هحط ده شيل ده وده، بس هنا احط إشارة نيجاتيف، يبقى BX في QZ minus QX في BZ، وهيتغير الإشارات عشان الماينس، يبقى عندي الـ BX في QZ هي اللي واخدة النيجاتيف، والـ BZ في QX هي البوزيتيف. الـ K يبقى هاخد الصف ده والصف ده، واخد الإشارة هنا بالـ KA بالبوزيتيف. تمام؟ يبقى عندي، يبقى أنا لغيت ده وده، يبقى BX في QY minus QX في الـ BY، يبقى أدي الترمينال. يبقى عايز تعملها بالماتريكس اتس اوكي، عايز تحلها بمانوال يعني تو براكتس مضروبين في تو براكتس، شوف الايه اللي يريحك منه. يبقى دايما حاصل ضرب تو فيكتورز مع بعض بيديني فيكتور تاني، والفيكتور التاني ده بيبقى عمودي على البلان اللي انا شغال فيه. فأنا لو شغال في الـ 2D دلوقتي في الشابتر بتاعنا، يبقى أنا دايما شغال في الـ XY، يبقى لازم كل المومنتس اللي أنا بتكلم فيها هتطلع دايما في اتجاه الـ K. لازم هيطلع لي دايما المومنت بتاعي في اتجاه الـ K. ليه في اتجاه الـ K؟ عشان هو ده الاتجاه العمودي على البلان اللي أنا شغال فيه. طيب في نوع تاني من البرودكشن بنسميه سكيلر برودكت او الدوت برودكت. يبقى الدوت برودكت هو برضو حاصل ضرب تو فيكتورز مع بعض، فيكتور بي دوت فيكتور كيو، ولكن في هذه الحالة الناتج اللي بيطلع عندي مش فيكتور، بيطلع لي فاليو، بيطلع لي سكيلر. تمام؟ بدا الفرق ما بين الفيكتور برودكت والسكيلر برودكت او الكروس برودكت والدوت برودكت. الكروس برودكت ده بيطلع فيكتور، عشان كده سميناه فيكتور برودكت. الدوت برودكت بيطلع سكيلر، بيطلع لي رقم، وعشان كده بنسميه سكيلر برودكت. تمام؟ يبقى الماجنيتيود او القيمه اللي هتطلع لي دي عباره عن ايه؟ عباره عن magnitude of the two forces مضروبين في بعض في cosine الزاوية اللي ما بينهم، في cosine الزاوية اللي ما بينهم. وبالتالي هنا أنا ما يهمنيش direction، فبالتالي هنا لو غيرت لترتيب ما يحصلش مشكلة. يبقى ال B.Q equal Q.B، الاثنين مش هتفرق في حاجة. تمام؟ وبالتالي هنا بيهمني الكوساين الزاويه. فوانس ان عندي بضرب اي تو فيكتورز في بعض مختلفين، فبالتالي الزاويه ما بينهم 90 درجه، فكوساين 90 بكام؟ بزيرو. فبالتالي اي في جي او جي في اي واي في كي، اي تو فيكتورز مختلفين عن بعض ايكوال زيرو. لما هعمل دوت برودكت لاي تو يونت فيكتور مختلفين يطلع لي بزيرو. وبالتالي ال i في ال i اي تو فيكتورز زي بعض i i j j k k، تمام، يبقى يطلع لي بواحد، كاس ان الزاويه في الحاله دي بينهم ايكوال زيرو، وكوساين زيرو بكام؟ بواحد. يبقى لو عندي تو فيكتورز b و q وبحصل لهم بضربهم دوت برودكت، تمام، فهاجي اعمل نفس الكلام كده، الاقي ان الاي في الاي بواحد، يبقى بي اكس كيو اكس، وعندي هنا واحد من بيهم. اي في جي بزيرو، اي في كي بزيرو، يبقى كل انا بس بضرب كل واحد في الايه في زميله او اللي زيه. يبقى كيو واي في كيو بي واي في كيو واي، بي زد في كيو زد. واضح؟ يبقى هنا خد بالك ما طلعليش اي نتائج، ما فيش اي فيكتورز جنب اي واحد. يا بي اكس في كيو اكس ده ماجنيتيود وماجنيتيود، ده رقم وده رقم وده رقم، يبقى المجموع بتاعهم هيطلع لي في الاخر فاليو،
as a number، يبقى ده سكيلر، ما عنديش اتجاه. غير الايه اللي فات، لا انا كان قايل لي هنا رقم جنبيه يونت فيكتور ورقم جنبيه يونت فيكتور ورقم جنبيه يونت فيكتور، ففي الاخر الناتج بتاعي هو عباره عن فيكتور برضو، ليه كومبوننت في اتجاه الاكس، ليه كومبوننت في اتجاه الواي، ليه كومبوننت في اتجاه الزد. وبالتالي حاصل ضرب تو فيكتورز مع بعض عباره عن الـ كل كومبوننت سكوير، يعني بي اكس سكوير بلس بي واي سكوير بلس بي زد سكوير. يبقى عندي الكومبوننتس هنا كل واحده بتتربع، ويبقى هو ده قيمه الايه الدوت برودكت. هنعرف قدام شويه انا بستعمله في ايه في حياه الدوت برودكت. يبقى بي دوت كيو ايكوال 0 وان ذا تو فيكتورز بي اند كيو ار بيربنديكولار. يبقى لو انا عندي تو فيكتورز وسالتك في سؤال قلت لك اثبت بروف ذات ان فيكتور بي از بيربنديكولار اون فيكتور كيو، هتثبتها ازاي؟ انت عندك ده كفيكتور وعندك ده كفيكتور. يبقى اسهل طريقه ان انت لو عملت دوت برودكت للتو فيكتورز مع بعض، لو الناتج طلع لك ايكوال 0 يبقى ده معناه ان التو فيكتورز بيربنديكولار فعلا مع بعض. تمام. طيب وعندي كمان الديستريبيوتيف لو برضو نفس الكروس برودكت، اقدر اوزع القيمه دي مع بعض. طيب يبقى انا عندي لو عندي تو فيكتورز بي 1 وبي 2 وبينهم زاويه ثيتا، يبقى في الحاله دي عندي ال زي ما قلنا عبارة عن التو ماجنتيود مضروبين في بعض في كوساين الزاوية. يبقى عشان اجيب كوساين الزاوية لو عايز اجيب الدايركشن ما بينهم، هاجي اقول ان التو فيكتورز مضروبين في بعض على التو ماجنتيود مضروبين في بعض، يديني قيمة الايه الزاوية او كوساين الزاوية اللي انا عايز اوجدها. يبقى لو عندي تو فيكتورز عايز اوجد الزاويه اللي ما بينهم، يبقى هعمل ايه؟ هحول هضربهم، يبقى هاخد البي 1 بي 2 اللي هم الماجنتيود، او اقسم الحاصل ضرب البرودكت على على الماجنتيود بتاعه، على الماجنتيود بتاعه. طيب بتطبيق الكلام ده يعني يمكن في ال 2D ما بنستعملش الفيكتورز قوي زي ما هنشوف، ولكن في ال 3D هنلاقي كل شغلنا بيعتمد كومبليتلي على الفيكتورز. طيب نشوف هنا مثلا هنا بيقول لي calculate the calculate the magnitude of the moment about the base point O of the 600 newton force in five different way. يحسب لي the magnitude of the moment about the base point O، تمام، بخمس طرق مختلفة. خمس طرق مختلفة. طيب نشوف بقى نعمل حاجة زي كده ازاي. انا عايز احسب ايه؟ هو اولا عايز مين؟ عايز magnitude، عايز magnitude of moment. طب magnitude of moment اللي انا عندي force وعندي point، يبقى اول حاجة عندي القانون الاساسي بتاع المومنت عبارة عن الايه؟ magnitude of moment عبارة عن F في D. ومين الدي؟ هي المسافة العمودية ما بين بوينت O و اللاين اوف اكشن ده. يبقى انا لو عرفت اوجد المسافة دي يبقى انا اقدر اجيب الماجنتيود. دي طريقة. يبقى اول حاجة عايز اعملها ايه؟ The moment arm of 600 newton is، ازاي اجيب المسافة دي بقى؟ ده شغل مثلثات شوية بقى.
هنا مديني الزاوية دي 40 درجة، الزاوية دي 40 درجة. طيب يبقى أنا عايز سوري يا شباب، يبقى أنا عندي كده هاجي أقول أنا عايز المسافة دي كده بلس المسافة دي كده اللي هي نفسها دي. ركزوا معايا كده لو سمحت. ماشي، يبقى أنا عندي طيب المسافة دي موجودة فين؟ الزاوية دي قايمة اهي، وأنا عندي أول مثلث اللي هو ده، أول مثلث اللي هو ده. المثلث ده أنا عارف فيه إيه؟ عارف الطول ده 4 متر، وعارف الزاوية دي اللي هي 40 درجة. يبقى المقابل للزاوية، المجاور للزاوية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفور كوساين 40. يبقى جبت المسافة دي، يبقى فور كوساين 40 ديجري. طيب المثلث الصغير التاني ده الزاوية دي برضو قايمة، وبالتالي عندي ايه اللي انا عارفه هنا؟ انا عارف الزاوية دي 40 درجة اللي هي نفس الزاوية دي، وعندي اللينس بتاع الوتر بتاعي ب2 متر. بس انا عايز مين؟ انا عايز طول الممبر ده اللي هو في الحالة دي المقابل للزاوية بتاعتي، فاتنين ساين 40. يبقى أنا جبت المسافة بتاعتي اللي هي دي، اللي هي المسافة من هنا لغاية اللاين اوف اكشن، المسافة العمودية لازم تكون عمودية. يبقى القانون العام بتاع اف اف دي المومنت ايكوال اف اف دي، الاف انا عارف الفاليو بتاعتها ب 600 والمسافة هي 4.35. ودي اول طريقة، دي اول طريقة بما اعتماد على الجيومتري ان انا احسب المسافة. طيب في طريقة اسهل من كده، الطريقة التانية ان انا بدل ما اتعامل مع، انا عندي قانون بتاع اسمه ايه ده، فارجنون. فارجنون بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان المومنت نتيجة اي فورس هو هو المومنت نتيجة الكومبوننتس بتاعت الفورس دي. يعني بدل ما اتعامل مع الخط المايل ده واقعد احسب المسافة المايلة دي، طب ما انا اجيب التو كومبوننتس بتاعت الفورس دي اهي، اجيب F1 انا هحلل الفورس دي اللي هي F لكوساين 40، يبقى F كوساين 40 600 كوساين 40 ديجري، و vertical component F2 كوساين ساين 40. يبقى انا شلت الفورس دي الاصلية وجبت ايه، حولتها لي التو كومبوننتس بتاعتها، وتعامل مع خطوط افقية ورأسية. طيب انا عارف المسافة بتاعتها، ال F1 دي من المسافة العمودية بتاعتها، المسافة بتاعتها اللي هي دي، اللي هي دي، ادي D1، والمسافة العمودية بتاعت F2 اللي هي دي، ادي D2. يبقى التو فورسز دول ادي F1 و F2، ال 464 دي ل F1 في المسافة العمودية بتاعتها اللي هي D1 4 متر، والفورس الثانية اللي 386 multiplied في ال perpendicular distance اللي هي 2 متر، يديني نفس الفاليو بالظبط. بس خد بالك ما تنساش وانت واقف هنا اتاكد اشاراتك ماشيه زي بعض ولا لا، ان انا قلت الاتجاه البوزيتيف بتاعي هو ده. طيب الفورس دي لما هتلف حوالين البوينت دي يبقى بتلف بوزيتيف، يبقى خلاص واخده بوزيتيف، والاف 1 دي برضو هتلف في نفس الاتجاه يبقى بوزيتيف، عشان كده دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، يبقى انا شغلي كده مظبوط. اوعى تنسى الاتجاهات، يمكن يبقى كومبوننت لو انت بتحلل في كومبوننت يطلع لك اتجاه بوزيتيف واتجاه تاني نيجاتيف، يبقى لازم اتاكد ان انا شغال في نفس الاتجاهات. طيب ده راجل عايز 5 طرق مش طريقتين فقط.
نعمل ايه؟ الحاجة التالتة هنا قال لك ايه؟ طيب by the principle of transmissibility انا يمكن احرك الفورس عن مكانها، احرك الفورس من مكانها على نفس اللاين اوف اكشن بتاعها، على نفس اللاين اوف اكشن بتاعها. طيب انا هستفيد ايه لما احركها؟ احركها المكان، احركها لمكان بحيث ان المكان ده لما اجيب التو كومبوننتس بتاعتها يبقى اف 2 دي بقاش ليها مسافه، بقت معديه بنقطه او، فالمومنت بتاعها ايكوال زيرو، او احطها عند نقطه سي فالمسافه هنا او سوري الفورس دي بقت برضو ملهاش مومنت. يبقى انا بجيب، يبقى الفكره كلها دلوقتي ان انا محتاج اوجد المسافه اللي هي اسمها دي 2 اللي هي من هنا لهنا، او ان انا اجيب المسافه من هنا لهنا. تمام؟ يبقى يا اما احلها مره عند نقطه البي، ونفس الكلام بالنسبه للسي. يبقى انا كل اللي عايز اعمله دلوقتي ان انا اوجد ايه؟ عايز اوجد المسافه دي. لو انا نقلتها هنا، لو انا نقلتها عند نقطه البي، طيب انا عارف المسافه لغايه هنا اللي هي الاربعه متر، فاضل لي مين؟ فاضل لي بقيه الحته دي، الحته دي انا مش عارفها كام، يبقى 4 متر زائد انا مش عارف دي كام. طيب ما انا ابص على المثلث ده، مثلث قائم اهو زي الفل، مثلث اهو، ايه اللي انا عارفه هنا؟ ايه اللي انا عارفه هنا؟ انا عارف ان الزاويه دي already given 40، يبقى الزاويه دي كام؟ كمان 40. وعندي المسافه دي كام؟ 2، برضو given في المساله اللي هي 2 متر اللي هي دي. تمام؟ يبقى من هنا اروح جايب تان الفورتي عباره عن تان الفورتي عباره عن المقابل اللي انا ده اللي مش عارفه على المجاور اللي هو الاتنين. يبقى من هنا هاجي اقول ان ده عباره عن 2 ملتبلاي تان 4 تان 40، يبقى 2 ملتبلاي تان 40. وعادي كده خلاص، يبقى انا جبت الدي 1، يبقى جبت المسافه. يبقى انا محتاج من هنا بس مين؟ محتاج اف 1. طب اف 2 مش هتعمل حاجه ليه؟ عشان اف 2 بتعدي بوينت او، وبالتالي مش هتعمل مومنت. نفس الحدوته يمكن اعملها، ولكن بدل عند نقطه سي هعمل عند نقطة بي، هعمل عند نقطة سي نفس الايه الكلام، بس هنعمل ايه هنا في الحالة دي؟ هشتغل على المثلث ده. انا عارف المسافة دي كام؟ 2. تمام؟ وعارف ان الزاوية دي كام؟ 40، وبالتالي يبقى الزاوية دي كام؟ 40. وعارف ان الارتفاع ده كام؟ 4. نفس الكلام بالظبط. تمام؟ يبقى انا عندي اجيب المسافة دي برضو بالمثلث بتاعي. تمام؟ يبقى انا عندي جبت المسافة دي بلس 2 اللي هي الاتنين، وهنا الكوتان بدل التان عشان ياخد المقلوب بتاعها، يبقى جبت ادي المسافة ب f في دي، جبت نفس الفالي. واضحة؟ الموضوع محتاج بس ايه؟ تفكير شوية وشغل ايه؟ جيومتري. لازم يبقى عندك يعني تتذكر كده ايه مهاراتك في الجيومتري في الشغل عامة. الطريقة الأخيرة، طب ما أنا أشتغل فيكتورز، أشتغل فيكتورز يعني ايه؟ هجيب position vector. البوزيشن فيكتور ده عبارة عن أي فيكتور بيعدي نقطة O
وبيعدي بالنقطة ايه اللي هي او بيعدي بأي نقطة موجودة على اللاين اوف اكشن اللي عندي. يعني هل يمكن مثلا اخد الار ده، نمسح بس الزحمة دي، هل ينفع اخد الار كده هو ده واعتبر ان هو الار؟ اه ينفع. مش نقطة سي دي على اللاين اوف اكشن بتاع الاف؟ اه. هل ينفع اخدها كده واخد الار، اخد الار بتاعتي من نقطة او لنقطة بي؟ اه. هل ينفع اخدها لغاية نقطة ايه؟ اه. اي نقطة اخدها هنا، اخدها هنا، اي نقطة موجودة على اللاين اوف اكشن للفورس. طيب يبقى هنا البوزيشن فيكتور عبارة عن ايه؟ عبارة عن الار. الار هنا بقى انا عندي النقطة دي اعتبرها هي الزيرو والزيرو، فبالتالي البوزيشن بتاع نقطة او في الحالة دي عبارة عن 2 في اتجاه الاكس و4 في اتجاه الواي. 2 في اتجاه الاكس و4 في اتجاه الواي، تمام. كروس برودكت، كروس برودكت. يبقى اخد بالي بقى وانا بكتب بعد كده في الهوم ووركس او في الكويزز والامتحانات، ان مش اي مالتيبليكيشن بقى عندي في فرق بين الكروس وعندي فرق بين الدوت وعندي المالتيبليكيشن العادي بتاع الارقام. يبقى دي ليها كل حاجه دلوقتي بقى ليها معنى، تمام. وبعد كده عندي الماجنتيود اللي هو ال 600 الفورس بتاعتي في التو كومبوننتس بتاعتها. لما عايز اكتب الاف دي از ا فيكتور هقول الكومبوننت بتاعتها في اتجاه الاي والكومبوننت بتاعتها في اتجاه الجي. طيب انا عندي الاف دي اللي هي زي دي كده، يبقى اف 1 عباره عن اف كوساين 40 وماشيه في اتجاه البوزيتيف بتاع الاكس، عشان كده بقت 600 كوساين 40 ديجري ان اي دايركشن. ولكن لما جيت اجيب الكومبوننتس بتاعت الواي هقول اف ساين 40 اف ساين 40 ديجري، ولكن ان ذات كيس ات از ان ذا نيجاتيف دايركشن اوف واي، عشان كده خدت اتجاه الايه، خدت نيجاتيف ساين في الكومبوننت في اتجاه الواي، تمام. طيب هاجي اقول بقى اعمل كروس برودكت ازاي. 2 multiply 600 ولكن i في i equal 0 فده مش موجود. i في j، i في j يدينا مين؟ ما انساش اروح راسم البتاعة دي كده، اقول i j k، اروح راسم سهم كده واشتغل. يبقى هاجي اقول عندي ادي 2 i في i بزيرو باول ترم موجود، 2 في ب 2 في 600 i في j يديني k، ولكن عندي اشارة نيجاتيف هنا موجود، يبقى 2 في 600 في sin 40 degree. يبقى انا خلصت اول ترم، زائد 4 في j في i، j في i، j في i يديني، انا ماشي بعيد لقيت نفسي ماشي عكس السهم اهو، j في i يديني k ولكن بالماينس، عشان كده يبقى عندي هنا ماينس j في i، تمام. و 4 multiply 600 كوساين 40 ده، سوري انا قلت ده i في j، ده المفروض ده في k، ودون هيبقى هنا برضو في اتجاه ال k. يبقى لما افك الكلام ده مع بعض يا دكتور، ليش الاثنين ماينس؟ ليه الاثنين ماينس؟ ما احنا قلنا اهو، اولا عندي ماينس في البدايه اللي هي دي، في ماينس هنا، يعني i في j ادتني k بوزيتيف، ولكن انا عندي فينا نيجاتيف في الاشاره اوريدي في الايكويشن نفسها مش من البرودكشن. من الاشاره نفسها، تمام.
عشان كده لما قلت اي في جي هي بوزيتيف، ولكن انا عندي اشاره نيجاتيف، فدي دي اللي جابت لي النيجاتيف الاولاني. وبعد كده قلت جي اف اي، جي اف اي اداني ايه؟ ماينس كي، فكده ماينس كي. اوجدت لي ايه؟ نيجاتيف هنا. يعني يمكن نظبطها كده، استنى نشيل الزحمه دي واحط هنا، يبقى هتطلع لي هنا نيجاتيف. تمام، يبقى هاجي افك الكلام ده، يبقى ماينس 2 ملتبلاي 600 ساين 40 ديجري ماينس 4 600 كوساين 40، يديني كل ده، ده كي وده كي، بهجمه مع بعض يطلع لي في الاخر نيجاتيف 2610 نيوتن متر. نيوتن متر، خد بالك ما تنساش اليونتس. اليونتس، اليونت عندي قلنا ان المومنت عباره عن فورس في ديستانس، يبقى عندي اليونت بتاعته عباره عن يونت اوف فورس مالتبلايد باي يونت اوف ديستانس، يبقى نيوتن متر، كيلو نيوتن متر، نيوتن سنتي، نيوتن ملي، وهكذا. يبقى لازم يبقى اليونتس بتاعتي تتكتب بالمنظر ده. يبقى هنا لما عملت مالتيبليكيشن از ا فيكتور كمان، فاستعملت كروس برودكت، والناتج بتاعي ايه؟ فيكتور برضه، والناتج بتاعي عباره عن فيكتور. وانا زي ما قلنا ان طول ما انا شغال في الاكس والواي، يبقى انا متوقع لازم يطلع لي المومنت في اتجاه الكي، اللي هو الدايركشن العمودي على البلان اللي انا شغال فيه، عمودي على البلان اللي انا شغال فيه. وتاخد بالك برضو من طريقة الكتابة، زي ما احنا قلنا في المحاضرة الاولانية خالص، قلنا ان في الكتاب بتاعي هو بيعتمد ان الفيكتورز بيكتبها بطريقة بولد بالكتابة التقيلة، والماجنتيود يكتبها بطريقة خفيفة وايتاليك، الكتابة المايلة. طب انا لو هكتب هاند رايتنج مش هعمل ايتاليك وهعمل بولد وهعمل الكلام ده، هكتب ازاي؟ لما اجي هكتب حاجه زي كده، لو عايز اكتب السطر ده هاجي اقول 2 اي، ولازم احط سهمه في اي، زائد 4 جي واحط سهمه في اي. يبقى كده دي طريقه الهاند رايتنج لما اجي اكتب فيكتورز. طيب عايز اقول الماجنتيود اوف مومنت، يبقى هاجي اقول لو انا بتكلم ماجنتيود اوف فيكتور ام، يبقى هاجي لازم احط المومنت واحط يساوي 2610 نيوتن متر. يبقى دي طريقه الايه؟ الهاند رايتنج، ان انا لما اعمل بشتغل بالفيكتورز، لو بكتب فيكتور هكتبه بكتب الحرف بتاعه بحطه في قيسه، عايز اقول ان انا مش بتكلم عن فيكتور، بتكلم عن ماجنيتيود اوف ذيس فيكتور، يبقى لازم احط التو لاينز كده على الجنب بتوعه. تمام، يبقى واضح الفرق بين الهاند رايتنج والطريقه الكتابه او في التكست بوك اللي عندنا. يبقى دايما التكست بوك بيعتمد على امكانيات التايبنج اللي موجوده، يبقى لو بيتكلم بيكتب الحروف بالبولد بالخط التقيل ده، فبالتالي هو ده الفيكتور. لو بيتكلم عن ماجنتيود فبياخدها ايتاليك ومايله بالمنظر. طيب يبقى كده ايه؟ اول حاجه خلصناها دلوقتي المومنت، عرفنا المومنت عباره عن الاف اف دي، لو انا هتعامل مع فورسز ومسافات يبقى بتكلم عن ماجنتيود فقط، ولا عايز احدد اتعامل مع المومنت كفيكتورز، يبقى هتعامل مع الكروس برودكت، وبقول البوزيشن فيكتور ار ملتبلاي الايه؟ الاف، او كروس برودكت الف اللي انا بتكلم فيه. طيب من اشكال المومنتس اللي تتواجد، او يعني بعض الاسباب اللي بتعمل روتيشن برضو في البادي بتاعي، حاجه بنسميها الكابل. الكابل عباره عن كابل از ذا مومنت برديوسد باي تو ايكوال اوبوزيت اند نون كولينير فورسز. يبقى انا عندي تو فورسز، تمام، ايكوال ان ماجنتيود، نفس القيمه، هي قيمتهم هي
opposite in direction, عكس اتجاه بعض. And non-collinear forces. يعني ايه non-collinear forces؟ يعني مش على نفس الخط. مش على نفس الخط. بينهم distance. بينهم ومن بعض. بينهم distance. فلو عندي two forces دول كده مع بعض يعملوا لي برضو rotation في البادي بتاعي. يديني effect بتاع rotation. يديني moment. يبقى بسميه couple moment. Couple moment. طيب. لما اجي احسب الماجنتيود بتاعه. Magnitude of this moment. طيب انا عندي two forces. هاجي اقول الفورس الاولانية في المسافة بتاعتها او المسافة العمودية perpendicular distance. يبقى عندي F في المسافة دي اللي هي AFD. A plus D. وبتلف ازاي؟ بتلف في هذا الاتجاه. فانا اعتبرت ان هو ده اتجاه البوست. يبقى لو حاجة تانية بتلف في اتجاه تاني اخدها تاخد اشارة نيجاتيف. يبقى F F D minus. ليه minus؟ عشان الماينس F دي بتلف في الناحية التانية. ال F دي هتلف في الناحية التانية. يبقى F في المسافة بتاعتها اللي هي A. أفك الكلام ده مع بعض ألاقي إن دي هتروح مع دي ويبقى عندي برضو نفس القانون هو هو إن المومنت إيكوال F في D. ولكن مع اختلاف تعريف ال D ما بين الكيس دي والكيس اوف مومنت. المومنت كيس المومنت احنا كنا قلنا المسافة دي هي عبارة عن المسافة العمودية ما بين نقطة الدوران او الاكسيس اوف روتيشن تمام و اللاين اوف اكشن اوف فورس. هنا لا الدي هنا هي ايه؟ هي المسافة between the two forces. هي دي الدي بتاعتي. Distance between the two forces. Perpendicular distance. المسافة برضو العمودية ما بين the two forces. يبقى الكابل هو rotation بيحصل نتيجة two forces equal magnitude opposite in direction and non-collinear. مش على نفس الخط. تمام؟ The magnitude of this moment equal A equal to magnitude of force F في ال G ال distance أو ال perpendicular distance between the force. طيب يبقى هنا the moment of a couple has the same value for all moment centers. يبقى هنا في الحالة دي أنا ما يهمنيش السنتر. خد بالك إن هنا ال D معتمدة على المسافة بين ال two forces. هتاخد بقى O ولا B ولا S ولا أي point موجودة عندك ما تفرش في الفاليو عندك في حاجة. ليه؟ علشان أنا المسافة ما بين الفورس والبوينت مش هتفرق معي. أنا اللي يهمني المسافة بين التو فورسز نفسها. وده الكلام ده مختلف عن الحالة بتاعتنا. مثلا هنا لو جيت قلت لك ومسحنا الكلام ده كده. لو جيت قلت لك احسب لي المومنت عند نقطة مثلا B. يبقى انت هتحسب عند النقطة دي. يبقى يهمني ايه؟ المسافة بين الفورس والبوينت. وهبدأ اشوف لو هتكلم عن المسافة العمودية يبقى هدور عن المسافة العمودية دي كده واجي ادور عن المسافة دي. هي دي المسافة العمودية بتاعتي. يبقى انا همني اختيار البوينت. يبقى يطلع لي مومنت مختلف خالص وقيمة مختلفة تماما عن المومنت اللي انا حاسبه حوالين نقطة O. يبقى اختيار البوينت اللي انا بحسب عندها بيهمني في قيمة الايه؟ الـ value of moment. ولكن in case of couple البوينت او center اللي انا بحسب عنده not a factor in the value of couple. الكابل بيخش فيه two factors only. The value, the magnitude of force with distance between the forces itself. Not a distance between any بوينت تاني. واضح الفرق بين الاثنين؟ ده فرق مهم جدا. انا ذا كروس فيكتور الجبرا ميثود.
هنا بيثبت لو انا هشتغل بالفيكتورز عايز اثبت قانون ال الكابل بدلاله الفيكتورز. اتعلمنا ان هو مجالات الماجنتيود عباره عن قيمه الفورس مضروبه في المسافه العموديه ما بينهم، ده يديني قيمه المومنت. طيب لو انا بتكلم عن فيكتورز، طيب هاجي اقول ان قيمه المومنت، هاجي اقول كل فورس في البوزيشن فيكتور بتاعه، بوزيشن فيكتور كروس برودكت الفورس بلس البوزيشن فيكتور اوف سكند فورس مضروبه في الفورس بتاعتها. فانا عندي انا هحسب حوالين بوينت او مثلا، فاجي اقول الار اي ادي بوزيشن فيكتور، اي خط بيوصل ما بين اي بوينت على اللاين اوف اكشن موجوده والبوينت اللي انا بحسب عندها، يبقى ادي الار اي مضروب في الاف بلس الار بي مضروب في الماينس اف. طيب اطلع اوصل في الاخر لو جمعت كده خدت الاف از حاجه مشتركه ويطلع لي ان الار اي ماينس ار بي، ار اي ماينس ار بي، يبقى ال RA minus RB بطريقة الفيكتورز لو أنا حتى عملتها بال ال بيسموها إيه ال باراليلوجرام أو بطريقة إن أنا التتابع بتاعها، فهوصل في الآخر إن ال RA minus ال RB يديني ال R نفسها، ال RA minus ال RB يديني ال R نفسها. مين ال R؟ ال R هو position vector ما بين two points موجودين على ال line of action بتاعت ال two forces. يعني هوصل برضو في النتيجة في الآخر إن ال moment of أو couple moment equal R cross product F. R position vector وال F هو أحد ال forces اللي موجودين عندي. ولكن برضو في اختلاف في تعريف ال R. مين ال R؟ ال R اللي فاتت اللي كانت في حساب المومنت هو زي R A و R B، هي position vector between the point of center اللي انت بتحسب عنده، تمام؟ center of rotation لل force، لأي point على ال force. ال R في الحالة بتاعتنا دي هو position vector ما بين two points اي بوينت موجود على اللاين اوف اكشن على الفورس الاولانيه واي بوينت موجود على اللاين اوف اكشن للفورس الثانيه. يبقى انا بحسب عند بحسب الار هنا هو البوزيشن فيكتور بتوين اي نقطتين موجودين على المسار التو فورسز اللي عاملين الكابل. If the moment expression contains no reference to the moment center O، يبقى في الآخر برضو الـ O دي طلعت بره اللعبة خالص. مكان الـ O وضعها فين؟ مكانها فين؟ related ملهاش أي علاقة في الآخر إن الـ moment رمى الـ O دي بره خالص، مش داخل في حساباتها، واللي يهمني الـ two forces نفسهم والـ line of action بتاعهم والمسافة اللي ما بينهم أو الـ position vector اللي رابط ما بينهم. واضح؟ يبقى المومنت لا يعتمد على السنتر او المومنت سنتر، اني سنتر ان يور بلان يو كان تشوز، تمام؟ ات ويل نوت افكت ذا فاليو اوف كابل مومنت. يبقى ذا كابل مومنت ويل بي ذا سيم فور اول مومنت سنترز، فور اول مومنت ايا كان السنتر اللي هتختاره هيطلع هو قيمه الكابل مومنت. وبالتالي we may represent M by a free vector. فاكرين الفري فيكتورز؟ قلنا الفري فيكتور لا يعتمد على نقطة، لا يعتمد على location معين، أيا كان أي مكان أنت خلاص، ما المومنت الأولاني اللي هو F of D بتاع الفورس، تمام؟ كان عندي نقطة محددة أنا بلف حواليها وبحسب عندها، فبالتالي الفيكتور بتاع المومنت موجود عند البوينت دي.
طيب بالنسبة للكابل فين عايز احط الفيكتور بتاعها مكانه فين؟ ملوش مكان، يحطه في اي حته. اللي يهمني ان هو مش معتمد على اي بوينت موجوده عندي، هو معتمد على التو فورسز فقط، وبالتالي I can put this vector any at any point in my plan. But where the direction of M is normal to the plan، يبقى اتجاه المومنت عمودي على البلان بتاعك، تمام. And the sense of M is established by برضو right hand rule، يبقى انت هتشوف هل هو طالع لفوق او نازل لتحت بناء على الرايت هاند رول. بتشوف الصوابع بتاعت الايد اليمنى بتمشي او بتلف مع اتجاه الدوران، تمام، بتاعت الفورسز. يبقى هشوف هل انا الابهام بتاع الايد اليمنى طالع لفوق، يبقى هو الاتجاه الدايركشن بتاعي، او نازل لتحت. ولكن at any point مش محتاج ان انا احدد بوينت معينه for this vector. وبالتالي we may represent the direction of moment or couple vectors as clockwise or counterclockwise. يعني كل دي أشكال يمكن أعبر بها عن المومنت. أرسم سهم بس في البلان، أقول إن في عندي قيمة مومنت عند الحتة الفلانية قيمته كذا، عندي couple moment قيمته الفلانية، بيلف في إما counterclockwise أو clockwise حسب اتجاه الدوران اللي أنا بتكلم فيه. وبالتالي عندي حاجة equivalent، ما دام انا مش مرتبط بنقطة يبقى انا يمكن اعمل اشيل الكابل ده واحط ما يقابله باي شكل، احط equivalent couples. يبقى انا عندي two forces F وminus F، تمام، بيأثروا على مسافة دي، فالكابل الناتج عنهم كام؟ F في دي، تمام. طيب شلت two forces وحطيتهم في حتة تانية ولكن نفس المسافة وبيلف في نفس الاتجاه، يبقى هو ده equivalent ل first case. حطيتهم في points تانية وعند level تاني ولكن المسافة هي هي، غيرت قيمة الفورس وصغرت المسافة ولكن حط ضرب المسافة الدي او distance بينهم والفورس، يديني f في دي برضه فيديني نفس. يبقى كل الكيسز دي equivalent لبعض، ما يهمنيش انا اوجدتهم ازاي، ما يهمنيش. اللي يهمني في الاخر الماجنتيود بتاع المومنت الكابل مومنت equal f of d، تمام، او as a value اوجدتهم ب two forces at any position. مهم ان في الاخر المسافة ما بينهم هي تديني نفس الكابل مومنت في النهاية. In each of the four cases, the couples are equivalent and are described by the same free vector, which represents the identical tendency to rotate the body. يبقى أنا في عندي rotation، نفس الفيكتور بمحصلة كل الكيسز دي هو الفيكتور ده اللي هو ماشي لفوق وبيلف في هذا الاتجاه، تمام؟ يبقى أنا عندي في tendency أو في البادي عايز يلف، تمام، بقيمة الكابل مومنت اف دي. فورس كابل سيستم، فورس كابل سيستم، هنا دي من القواعد المهمة جدا وليها ابلكيشنز، يعني يمكن خصوصا انتوا في قسم ميكانيكا يعني هتلاقي الابلكيشن لهذا الموضوع كتير جدا. هنا بيجي يقول a force acting on a body plus any fixed axis which does not intersect the line of the force. لو عندي force وعندي نقطة ثابتة او محور ثابت عند نقطة معينة والفورس دي ما بتعديش بالمحور ده، زي الكيس بتاعتنا دي، عندي فورس F وعندي بوينت B نقطة ثابتة. الكلام ده إيكوال بالظبط، يعني يمكن أشيل الشكل ده وأعوضه بإيه؟ أعوضه بـ فورس at the fixed point، يعني أشيل الـ F دي وأشيلها من نقطة A وأحطها عند نقطة B، تمام، plus couple moment ولكن
كمان بلس في مومنت موجود عبارة عن الاف في الدي اللي هي المسافة ما بينهم. يبقى أنا I can replace a force fixed point، أشيل الفورس دي وأحط ما أنقل الفورس دي من مكانها وأحطها عند النقطة الثابتة، plus couple moment عبارة عن F of D. يبقى الفورس دي أقدر أشيلها، هي الحالة دي، يبقى أنا أقدر أشيل الحالة دي وأحط في الآخر أنقل الفورس دي ل بوينت، البوينت اللي أنا بلف حواليها، ومومنت قيمته F of D. مومنت قيمته F of D هي قيمة الفورس والمسافة، أو كابل مومنت والمسافة دي اللي هي المسافة العمودية. طب هو وصل للاستنتاج ده إزاي؟ هو عمل ال derivation ده، قال أنا عندي فورس وعندي فورس هنا، عندي فورس في الاساس هنا. طيب انا لو حطيت تو فورسز عند نقطه بي بنفس قيمه الفاليو اف، تمام، اف وماينس اف، يبقى كاني ما حطيتش حاجه. اف وماينس اف الاثنين عكس بعض وعلى نفس اللاين، فالاثنين يلغوا بعض، فكاني ما حطيتش حاجه، تمام. يبقى انا حطيت اف وماينس اف وعشان يوصل لنفس الايه القاعده دي، الاثبات بتاعها. فحط F minus F at point B. طيب ما هو F minus F اخد واحدة فيهم بقى، F minus F دي الاثنين دول ما هو typical case للكابل، صح؟ يبقى F two forces equal in magnitude opposite in direction and non-collinear، وده typical couple. يبقى اشيل التو فورسز دول واحط مكانهم كابل F في D. اتبقى عندي مين؟ اتبقى عندي الفورس اللي هي ال F. يبقى الاف دي عباره، شلت انا السيستم الاساسي ده، تحول في الاخر لمين؟ لفورس ومومنت او كابل مومنت ايكوال اف اوف دي. يبقى the combination of the force and the couple in the right hand is referred to as a force couple system. تمام؟ يبقى نفس الحدوته يمكن تعكسها بالعكس بقى. لو عندك بقى فورس عند بوينت وعندك كابل مومنت، وعايز اشيل الكلام ده وارجع، طب اشيل الفورس دي والمومنت ده واستعوضهم بايه؟ اقدر اشيلهم من السيستم واحطهم كوان فورس، ولكن على مسافه، المسافه دي ايكوال دي من النقطه بي. يبقى فايس فيرسا بقى، يبقى ايه؟ يا اما يكون عندك الحاله الاولانيه فورس على مسافه من fixed point وانت عايز تجيب ال equivalent force couple system، او ان انت عندك force موجودة عند ال fixed point وعندك couple moment، يمكن عايز اشيل ال system ده وارجع ليه الفورس، يبقى هحرك الفورس دي احطها فين؟ احطها على مسافة دي من ال fixed point، مسافة دي من ال fixed point. ناخد مثال سريع نختم بيه علشان يبقى طبقنا على الشغل بتاعنا، ما كلام ما يتنسيش. طيب انا عندي the rigid structural member، عندي rigid structural member is subjected to a couple consisting of the two 100 newton forces. يبقى عندي في كابل اهو جاي من تحت، تو فورسز كل واحده فيهم ب 100 نيوتن والديستنس بينهم 100. Replace this couple by an equivalent couple consisting of the two forces P and minus P. يبقى انا عايز اشيل التو فورسز او الكابل نتيجه التو فورسز دول واحط equivalent مومنت كابل مومنت بدلاله البي والماينس بي، each of which has a magnitude of 400. يبقى انا عايز كل فورس من دي عباره عن 400. Determine the proper angle theta. عايز proper angle theta. طيب
يبقى انا عايز احسب اول حاجه ايه الكابل اللي هيجي لي من الاساسي اللي انا عايز اجيب زيه ده. يبقى عندي المومنت الاساسي عباره عن الفورس في الدي اف اف دي اللي هو 100 نيوتن multiplied by 100 ملي، يبقى هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 10,000 نيوتن مليمتر. ده المومنت. طيب يبقى انا عايز بي في مسافه ما بينهم، المسافه دي تديني برضو الايه ال 10,000 نيوتن مليمتر. تمام، يبقى هو ده اللي انا عايز اوجده. يبقى اول حاجه بالاوريجينال كابل، الاوريجينال كابل عباره عن ال 100 اف اف دي 100، ادي قيمه الفورس، والديستنس هي 100 مليمتر، فانا حولتها ل 0.1 عشان تبقى بالمتر عشان الارقام ما تضربش. يبقى عندي 10 نيوتن في متر، 10 نيوتن متر. ده الاوريجينال كابل. يبقى انا عايز التو فورسز دول البي والماينس بي احطهم بشكل معين بحيث يديني ناتج كابل مومنت ايكوال 10 نيوتن متر. يبقى ادي ايه الشكل بتاعي اهو، عندي هو مديني ان البي بتاعتي ايكوال 400 نيوتن. يبقى انا عايز بي في دي اللي هي المسافه العموديه ما بينهم تديني في الاخر 10 نيوتن ملي متر، نيوتن متر، نيوتن متر. تمام، يبقى انا بناء على الزاويه اللي انا هختارها دي هيتحدد لي قيمه الدي، صح؟ يبقى بناء على الزاويه دي كل ما الزاويه دي تتغير هيبقى عندي الدي بتختلف. طب انا يبقى هو السؤال بتاعي كله اوجد قيمه الثيتا اللي في الاخر قيمه اللي في الاخر قيمه المومنت، اللي في الاخر قيمه المومنت يطلع لي نفس قيمة الايه الاوريجينال مومنت اللي عندي. طيب يبقى عندي حتة جيومتري برضو، ازاي اتعامل مع عايز اوجد اكويشن للدي دي بدلالة المعطيات اللي عندي. طيب ما انا عندي المثلث ده اهو، ادي المثلث بتاعه، ده مثلث قائم الزاوية original. تمام، وبالتالي وعارف فيه ايه كمان، عارف فيه الطول اللي هو 40 مليمتر، وانا عايز اوجد مين؟ انا عايز اوجد قيمة الثيتا بتاعتي، قيمة الثيتا اللي عندي. الثيتا دي اللي هي مين؟ هتبقى هنا اللي هي دي، انا عندي الزاويه دي ثيتا والزاويه دي 90، يبقى الزاويه دي عباره عن 90 ماينس ثيتا، يبقى الزاويه دي والزاويه دي برضو بتساوي مجموعهم على بعض 90، يبقى الزاويه دي عباره عن ثيتا. واضحه؟ طيب يبقى ادي المثلث اهو، انا عايز اوجد مين؟ المجاور ولا المقابل للزاويه؟ انا عندي المجاور للزاويه، يبقى عندي الفور او ال 40 ملم كوساين الثيتا ايكوال الدي، يبقى الدي عباره عن ال 40 او عشان احولها للمتر رحت قاسم على 1000 في 0.04 في كوساين ثيتا، يبقى هي دي المسافه اللي اسمها الدي. يبقى البي في الدي، البي 400، الدي اللي انا لسه حاسبها اللي هي 0.04 في كوساين ثيتا، يبقى المجهول الوحيد اللي عندي في المعادله هو مين؟ هو الثيتا. ما هو الكلام ده هساويه بمين؟ هساويه ب العشرة نيوتن متر. يبقى ثيتا عبارة عن 10 على ال 16 اللي هو حاصل ضرب الرقمين دول في بعض. تمام، كوساين ماينس 1 يديني 51.3 ديجري. يبقى لما هحط التو فورسز دول على زاوية قيمتها 51.3 ديجري، يبقى الدي بتاعتي هتحقق ان البي في الدي يديني نفس الافكت او نفس الكابل مومنت اللي ناتج نتيجة التو فورسز ال 100 وال 100 نيوتن. واضح يا شباب؟ يبقى
مسألة هنا فكرتها ان هو زي ما قلنا ان فكرة ان الكابل ليس له ايه مكان محدد، يمكن احط مكانه في اي شكل، يمكن اوجد له ايكويفالنت باي مكان، ولكن اللي يهمني الماجنتيود بتاعه، ان لازم اللي حاصل ضرب التو فورسز دول يديني التو فورسز سوري الفورس في المسافة يديني نفس قيمة الفورس في المسافة التانية، يبقى بيديني الكابل مومنت از فاليو از ذا سيم ان ذا تو كيسز. يبقى ده فكرة السؤال بتاعنا في هذه الحالة. نكتفي بهذا القدر في المحاضرة بتاعتنا النهاردة، ولو حد عنده أي أسئلة يتفضل. كل شيء واضح؟ المحاضرة مسجلة وهبعت لكم اللينك إن شاء الله. خلاص نختم على كده، وإن شاء الله المرة الجاية نكمل، و بإذن الله يبقى لو في أي استفسار أنا معاكم، لو حد برضو بعد ما تسمع المحاضرة تاني عايز ترجع لي تبعت أي سؤال موجود عندك ابعته لي على أدمودو، أو يمكن نناقشه في بداية المحاضرة الجاية إن شاء الله.